انا خريج سياسه واقتصاد وقسم اقتصاد وعامل ماجستير، عندي افكار مشروعات هتحسن من اقتصاد مصر بشكل كبير. هل لو عرضت الافكار دي عليهم، وانا اسف عشان رجلي بس وجعاني، هل ده هيساعدني في دخول وزاره الخارجيه او الاقتصاد؟ روح واعرض الفكره بتاعتك، لكن مش عاوز احبطك، ولكن بنسبه كبيره مش بالافكار الناس بتتعين، خاصه في الجهات الحكوميه بتبقى في مسابقات وبيعلنوا. فلو حضرتك يعني اللي بقى لو حاجه مثلا بايونير قوي، بس هي بتبقى مجرد افكار، وان حضرتك معاك ماجستير في قسم الاقتصاد ده مش بيديك ادفانتج او مش بيديك ميزه اضافيه. ليه مش بيديك ميزه اضافيه؟ مش بحبطك، ولكن لانه عاده الناس بتبقى عاوزه حد اوريدي اشتغل في الاريا دي، او يعني ده عمل مسابقه واشتغل وهكذا، يعني بحيث ان هو لما يعملوا الاعلان حضرتك تقدم فتعمل الانترفيوهات والمقابلات وتجيب ورقك وتشتغل. لكن ومش عاوز احبطك، الافكار الكبيره هتحسن من اعرض الافكار بتاع، مش بحبطك، ولكن بلاش تتصدم لو في حد قلل منك او حس ان هو ايه يا عم ده، واتعرضت كتير ومع السلامه، لانه عاده مش كل الناس بتتقبل هذه الافكار. وان كانت في ما شاء الله انيشيتيف او حاجات كتيره طلعت في الوقت الحالي بتساعد الناس وبتطور من الاقتصاد، وشارك تانك وعندهم افكار لذيذه للمشروعات، واي نوت تقدم فيها لو انت مهتم، لكن ما تربطهاش بدخول وزاره الخارجيه او الاقتصاد، لان الموضوع مختلف تماما. وزاره الخارجيه كمان انت تشتغل ايه، اداري ولا تشتغل في سلك الدبلوماسي؟ سلك الدبلوماسي مختلف على المشروعات الاقتصادية، يعني ده حاجة وده حاجة، فضع ده في الاعتبار. انا عارف لما بنيجي نتكلم على اي موضوع في الوظائف الحكومية تلاقي حد داخل لك اصل بالواسطة، يقعد يصرخ لي كده في التعليقات. انا دايما بقول للناس خليك انت ايجابي، قدم وقول يا رب وربنا، لكن دايما اعمل بلان بي، يعني اعمل خطة تانية، طب لو ما جاتش، طب لا، وهكذا، وقول يا رب وربنا يكتب لك كل في الخير باذن الله.